ما هو المحامي وما مهمته وكيف وضعه؟ المحامي فيما يعتقد في اسمه الوكيل، ويقوم مقام صاحب الحق، يطلب حقه ويدافع عنه، فإن كان بحق ولا يتعدى الطرق الشرعية فلا بأس عليه. أما إذا كان يدعي ما ليس لصاحبه ويكذب ويتجاوز الحدود فهو مشارك بالظلم والعدوان والظلم. فالوكيل وهو المحامي يجب أن لا يتعدى حدود الشرع، بل يتحرى الصواب ويتحرى الحق لخصمه وعليه، فيقول الحق لخصمه وعليه ولا يتعدى الحدود من أجل خصمه، من أجل حق صاحبه، من أجل موكله. فإذا كان يتعدى فيكذب ويزيد ويظلم المدعى عليه ويتهمه بالباطل من أجل إرضاء موكله أو من أجل الفلوس التي وعد إياها، هذا معين على فيه العدوان وظالم. نسأل الله السلامة. نعم. وقوله نعم هناك دليل على كتاب السنة عن الحق، وكان يعني اجماع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والصحابة وكلوا حماة، وكالة سموها بس اسم عرفي محامة وكالة. نعم.